فوالا حنا لقينا هذا السيد اللي كيبيع هذا الشيء ديال الدهايم ياك عمي. السلام عليكم. ما بعد عليكم السلام سيدي. انت سيدي كتواجد في هذه المنطقه ديال الحجب دائما الحرفه ديال كتبيع هذا الشيء ديال الفلاحه هذا الكرياج كيقولوا له المجر ياك المجر لا الجفاني الجفاني كيقولوا له الشرابات ديال الكتيبه نعم ايه وكاين سيدي هذا الكسب قلنا الكسب احسن وكاينين هذوك العواد هاد الكيزات ولا كيفاش كيقولوا لهم هاد البوطويات البوطويات ايه فوالا وشنو من عندك لا سمح لي وهاد الكرياج هذا هذاك الكرياج كيتباع ب 5400 يعني 27 الاورو باش تعرفوا شحال فيها من مترو عفاك 20 مترو فيها 20 مترو 20 مترو كامله ب 5400 هذا ب 6400 اش من الاختلاف ما بين هذا والاخر هذا مضيق هذا مضيق هذا فيه 120 كبه هذا فيه 80 نعم هذا فيه 60 هذا فيه كل واحد كل على حساب العبار وهذا الكسب هذا شحال كيديروا له هذا كيدير 3400 دريال 3400 دريال يعني 3 على 3 3 مترو على 3 مترو كاريار يعني 17 ديال الاورو هذه كامله 3 مترو في الطول و3 على العرض 17 ديال الاورو شوفوا هنايا الفلاح مسكين بشحال هو كينجر فيه ويقادو وكذا باش يبيع لكم ب 17 ديال الاورو شو بغيت نسقسيك عمي الا كنت الى الكلمه ممتازه علاش سموا هذه البلاصه سموها هنا الحاجب وعلاش بغيت نعرف علاش هاد الاخر نعم دابا شكون اللي غادي يعطيك السميات ديال بعض المنطقه نعم انت ماشي ولد نعم اسمح لي نعم انا دابا نعم. مثلا عندي 70 عام تبارك الله الله يطول عمرك اول واحد عاوتاني اللي عنده 100 وكذا ولا 90 ولا في الاعلى حيت كيعزول لك ها شنو كان ها شنو كان الاستعمار ولا غير ولا غير ولا غير وكيسموا بهذه المنطقه كذا وكذا لان الاسماوات كثارين نعم واني راه كلها علاش جايبينها نعم واخا خلي هذا السر خليه حنا باقيين هنايا في الحاجب غادي نعرفوا علاش سموها الحاجب ولا بغى شي واحد يتصل بك الرقم التليفون ديالك هو هذا اجي بازينا على هذا النيميرو ديال التليفون ديال هذا السيد هذا عطونا مزيان النيميرو ديال التليفون اللي بغى هذا السيد هذا حسين سبيك نيدرلاند نو زاس زاس فاف دري ني فير اي نو نو فوالا نقولوها بالفرونسي زيرو 66 53 94 11 0 فوالا يعني نعاودوا لها بالعربيه 0 6 65 39 41 10 ها حنا عطينا لكم النيميرو بثلاثه ديال اللغات نتمنى هاد التسجيل اللي كندير لكم وانا نقولها عاود في الانجليزيه تانا نقولها في الانجليزيه 0 66 53 94 110 فوالا هو السيد باغي يشرح لنا شي حاجه اكثر هنايا كاينه شكرا عطانا شويه ديال الوقت واخا عنده لي كليان راه سمح فيهم وجا باش يشرح لنا شنو كاين هنا عاوتاني هنايا شحال هذا فيهم؟ عطوه شحال فيهم؟ 6 متر 6 متر شحال الثمن ديال هذه ديال 6 متر؟ 6 متر غليظه كتباع 3000 ريال 3000 ريال هذه 6 غليظه فيها 6 متر ب 15 ديال الاورو المهم 100 درهم 100 درهم وهذا هذا هذا الفلاح يعني نقدروا نديروا هكا فوالا نقدروا نطلعوها فوالا باش تعرفوا حمومو الشهيوات فين ما مشى خصنا نشوفوه كنتمنى هاد لي فيديو اللي كندير لكم تشوفوا هادشي شنو ديالي كنتمنى هاد لي فيديو يكونوا مزيانين يكونوا عاجبينكم هادي كيقولوا لها البردعه شحال البارده ولا وشنو باقي عندك تما عمي هادي الجاكيطه ديال البهيمه هذا الحبل ديال العيد مخبعو هنايا لا ماشي مخبعو لا عرفت زعما حسن من الظل عمي شحال باش تباع هذا؟ هذا ب 55 ب 55 الف ريال هي 200
275 ديال الاورو، 275 ديال الاورو ما شاء الله. هذا الحولي ديال هذا الحاج ديال هذه المنطقه هذه، يعني هذا كيرعى غير العجب. وشوف سبحان الله على الصوره اللي عنده في وجهه. شوف هذيك نزل الفرح سبحان الله العظيم ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. هنا كنتواجدوا عاوتاني الدجاج، عندنا الدجاج هنايا، شوف لنا الدجاج ما شاء الله عمي والله. لا هاي 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 وهنايا كتشرب البهايم ديالك اولا الدجاج كيشرب الحولي وكيشرب فوالا. ها حنايا باقيا مستمرين مع هاد السيد ولاد الفلاحه اللي كيدير هادشي ديال العود، كيدير داكشي ديال القصاب، كيدير داكشي ديال الشبيك ما شاء الله. الله يوفقه ان شاء الله، الله يجيب التيسير عمي. هنايا هنايا غادي نختموا معاك اللقاء من بروكسل من العاصمه بلجيكا الى الارض الوطن الحبيبه. الله يحفظ لنا بلادنا، الله يحفظ دول العرب، الله يخلينا ملكنا، الله يحفظ كاع جميع الدول العرب. تحياتي الجزائريين التوانسه الليبيين العالم. عمي شنو تبغي تقول للناس ديال الخارج اللي كيشاهدوا هاد القناه هادي حمو بولشيوت، شنو تبغي تقول لهم؟ يجيو لعندكم هنا الاطلس، هنا كاين الطبيعه، كاين الماء مزيان، كاين الماء عندكم بارد ما شاء الله قبيله. جينا جينا الجو ديال الفران وزيد 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 المنطقه ديال خنيفرة تشوف من الربيع. مازال غادي نوصلوا ديك البلاصه، راه حنا غادي كنديروا الفيزيا ديال مولانا تمايا. نعم ونطلبوا لهم السلامه ويديروا الانسان الاحتياط. الله يرفع علينا هذا البلاء. هذا البلاء هذا عمي، الا بغى شي واحد جا لعندك وشرى من الناس ديال اوروبا وقال لك ما عنديش الفلوس، يدي السلعه ولا ما يديهاش؟ وا اوروبا على حسب. لا الا جا وقال لك ما عنديش الفلوس، لقى داح واحد العود ولا جوج، قال لك اسمح لي ما عنديش الفلوس، تعطيه له ولا تقول له لا؟ لا عود واحد ولا جوج ماشي ما عنده حتى اشكال في ذاك، ماشي مشكل واخا ما يخلصوش. اه وانما اش غادي يجي يشرجيه؟ لا ما يشرجيش، حنا درنا انا غير كنبغي نضحك بهذ اللقطه هذه. شوفوا الناس ديال الخير، شوفوا الناس ديال الاطلس كيفاش كيرحبوا بالناس الجاليه المغربيه. زيدوا اجيو لعندهم، اجيو للاطلس، تبرعوا مع راسكم، شوفوا الحول الخرفان كي دايره، شوفوا خيرات الله كي دايره. شنو بغيت تقول عمي؟ من واحد كيقول لك اودي اعطيني هذا بغيت ننسخ به العيد، بغيت نوقفوا كذا، بغيت نديروا كذا، كتعطيه كي واخا كيبدا يتفتف كنقول له لا لا ما يحتاجش. شوف سبحان الله العظيم، يعني قانع عمي، قانع باللي عطاك الله. الحمد لله ما خاصك. وكتصور شويه الطريف في الخبز. الله يجعل البركه. بركه قانع اجاب الله تبارك الله، واخا كاين شي نهار ما يجيبش الله. اللي دائما جايب الله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. ما خصكش تنكر الخير. ودابا نقولوا كتشوف داك الناس كيديروها بالعاني اللي ما كيديروا بحال ما عندهمش فلوس. كيقول لك زعما واش كاين شي واحد كيديرها بالعاني واش غير كيدير كيتفتف او لا؟ لا 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 ما كاينش اللي كيجينا في هذه السيفه هذه. ما كاينش لا كاع زعما خدع. لا لا ما كاينش. شكرا حسين على هذا السؤال هذا. السيد قال لك هو كيعرف، يعني كنقولوا حنا كيميز، كيشوف الناس اللي جاي نيشان، كاين الراجل اللي ما جايش نيشان. عاد كانت المعامله ديال كل واحد كيتعامل معاك على حسب هذا، على حسب الوجه، على حسب عقولهم. الله يحفظك. وعاود ما خفتيش دابا هادشي يشعل في العافيه. كاين هادشي هادي حضاه الله، حضيه الله، حضيه ربي سبحانه وتعالى. العافيه راه كلات الجبال وكلات الغبوات وغابات وكلات كذا وكذا، حفظك ربي من البلا راه حافظك. وقعت لك شي مصيبه ما عندي باس. امين. ما بقى لي الا نشكر الضيف ديالي. فين حطينا الرحال في مدينه الحاجب وباقيين كنسقسيو علاش سماوها الحاجب، حنا بقينا خلينا داك السر. السيد قال صراحه جنة بصراحه، قال لك انا ما نقدرش في عمري 70 عام خصنا شي واحد نقولوا اللي عنده 100 100 وشي حاجه. نعم يكون عايش في البلاد. نعم ولد المنطقه وعارف علاش سماوها الحاجب. ما بقى لي الا نودعكم، السلام عليكم. احنا باقيين حاطين الرحال ديالنا في الاطلس. سلامه. شكرا عمي، الله يرحمك الوالدين، بارك الله فيك. صراحة خدا ما جات. الله يحفظك. ما كبرت النمرة من التليفون الناس اللي بيتي راهي تتفرج. احنا شوف فوالا ها احنا غادي للطونوبيل. دابا باقيا المرحلة ديالنا باقا مستمرة في الحاجب. ها السوق، السوق هو
رخوة رخوة ما وصلنا شوية بكري بعدين صافي بقوا معنا ما تمشيوش بعيد ها احنا راجعين لكم.